الحمد لله والله يا رجاله، ماتش يليق بماتشات السلام كده من ايام موسيماني لحد الدور الاول. بجد احلى حاجه في الماتش بجد، لا مش انه خلص، احلى حاجه في الماتش بجد ان احنا اتاكدنا ان الفرقه دي مهما عملت ومهما وصلت محتاجه تتفرمت من اول وجديد. فايه بقى، بين على الانترو كده بسرعه عشان دقيقتين وعايزين ننام. بصوا انا هقول لكم حاجه بصراحه كده، هم حاجتين اتنين والله مش هنخرج عنهم، يا اما دي لعيبه كره قدم ملهاش علاقه بكره القدم، ملهاش علاقه بقى بالتحرك السرعه باتخاذ القرار بسرعه الحاجات دي كلها، يا اما لعيبه في ايه بقى، في الملعب نجيله اضاءه الحاجات اللي احنا بنقولها دي. اتمناها التانية بس عشان مجهود كولر والله معاهم طول السنه. في ماتشات كده بتيجي بعد الايه، عارف انت لما تكون بتكسب فترات كبيره كده وتيجي ماتش تتعثر فيه، هتبدا بقى تهدى كده وتراجع قراراتك، تقول بص يا جماعه هي الكوره مكسب وخساره ولازم يبقى في لعيبه نضيفه في نفس الوقت. تخيل تبقى بتعاني في حياتك وتعاني في بطء في خط الوسط برضه في فرقتك اللي انت بتحبها، حاجه مقرفه جدا. حمدي والسوليه شالونا كتير خلاص السنين اللي فاتت، السوليه كبر حمدي هيمشي تمام، محتاجين تدعيم. امام بقى بن رمضان الحمد لله مش هيجي، إيه الكارتي بلاتي تورين، اي حد محتاجين بصراحه ايه الابديت يبدا في خط الوسط. هتقول لي يا عم اكرم لسه هيرجع وكريم نيدفيد لسه هيرجع، حلوه والكلام، واحد جاي من اصابه واحد جاي مستواه مع فيوتشر، نيدفيد مش قد كده مش قبل ما يمشي. فانا بدل ما اخد خطوه لقدام بقى ابدا اخد الريسك من الاول تاني واقعد بقى اكبر واستحمل واستنى، لا طبعا. ثواني بقى كده يا رجاله بجد، نقطه المحترفين بقى عشان ايه حرق دم بجد، الكندوسي وبرسيتاو وكريس، سؤال بسيط، هل احنا كبني ادمين الكوره هي اللي بتفرحنا نستاهل اللي دول الاجانب يكونوا في فرقتنا؟ لا طبعا. مع احترامي بقى للقندوسي وال15 16 تمريره اللي هو بيعملهم في الماتش غلط، لا انا شايف ان في احسن بكتير. مع احترامي برضو لبيرستاو والانفرادات اللي بيضيعها والحنكشه اللي بتحصل منه ساعات والماتش اللي بيلعبه حلو والخمسه، لا برضو نستاهل احسن بكتير. وكريستو انا ما اعرفش كريستو مخلصينه عشان فلوس، مخلصينه مثلا عشان بيكبروه عندنا او بيجهزوه للمنتخب، انا مش عارف بصراحه، بس نستاهل احسن من الثلاثه دول. وبرضو مع احترامنا لمحمود كهربا ومحمد شريف وشادي حسين وام لا اله الا الله اللي بتلعب مهاجمين في الاهلي دول، احنا محتاجين اثنين مهاجمين بصراحه حلوين كده. ومع احترامنا لمحمد اشرف محتاجين باك شمال تاني لعلي معلول، واحترامنا الباك اليمين لا كريم فؤاد هيرجع الحمد لله مفيش مشكله، وحارس المرمى زي الفل، الدفاع زي الفل، حاجات بسيطه كده بحيث نعرف ايه نستمر على الاداء ده السنه الجايه، ناخد دوري ابطال افريقيا 2 و3 ورا بعض، نروح كاس العالم نوصل نهائي مثلا، نبص لقدام بقى مش كل شويه نبدا من الاول. الماتش كان ممكن يبقى فيه محاولات، البدايه بتاعتنا حلوه، ايه هجمه من هنا على قلشه من هنا على شوطه في السماء من هنا، ما قلناش حاجه تمام. نيجي بقى للنقطه الفيصل بقى، التبديلات بتاعتنا ايه المفروض بقى، التبديلات اللي بتصنع الفارق بقى، خلاص لعبه نازله فايقه بقى. فشوف يا مؤمن اللي قاعد بتتفرج كده على كره القدم عموما، تنزل طاهر محمد طاهر ومجدي قفشه ومش عارف شويه من اللي نزلوا تاني، فالماتش تحس له ايه الهجمات بتقل، الماتش بيموت مننا، ايه اللي بقى ويطفي التلفزيون ده وقمنا. الواحد بقى كل ما يفتكر كده اداء حسين الشحات السنه دي كده ويقول لك اداؤه اتطور، الواد بقى لعيب محترم كده ونضيف وحاجه مبشره من ناحيه محمد بركات، يجي بقى صابر محمد صابر يقول لك بص يا معلم انت جناحتك سبايس، هتفضل طول عمرها سبايس. وعليكي وعلى ريحتك المصننه. وهنا يا رجاله اهم سؤال في الفيديو، لماذا تلعب كره القدم؟ والمقوله الثابته بتاعتنا بقى، كره القدم ما هي الا كره جلد كده، 11 بيجري من هنا 11 بيجري من هنا. طاهر محمد طاهر ايه بقى بيطبق المقوله دي. الحمد لله يا رجاله احنا تعادلنا في ماتش كده اللي هو ايه، ولسه معانا ماتشات كتير لسه نحسم فيها الدوري براحتنا مفيش مشكله خالص، بس الماتش ده يفوقنا اللي هو احنا ايه محتاجين نص فريق، مش هنقول فريق كامل، محتاجين نص فريق، وكولر بجد محتاجين نعمله تمثال اللي هو عمل من اللعيبه دي لعيبه تاني. انا مش هطول المره دي بقى ونقفل الفيديو بسرعه كده، الدوريات اصلا خلصت، شهر 5 خلص، العيدين خلصوا، رمضان خلص من بدري، الا الدوري المصري هو اللي ما خلص. فاستحملونا بقى يا رجاله قرف كمان كده الفيديو الجاي وقرف الفيديو اللي بعده لحد ما الثلاث اربع ماتشات نحسم فيهم الدوري، مش هنعمل المحتوى ده تاني. فايه بقى، استنونا القرف الجاي على خير، سلام.